مساء الخير، أهلا وسهلا. سعيد مع حضرتك. عايز أقول لحضرتك إنه قبل الدور اللي بتلعبه مصر في دور كمان بتلعبه قطر. مصر وقطر هما الوسيطان الفاعلان في أزمة غزة. لو تذكري حضرتك، الوساطة القطرية المصرية نجحت في الإفراج عن أسيرتين قبل ذلك، وتنجح في الإفراج عن مجموعة من الأسرى تباعا، ابتداء من الغد تقريبا. الهدنة الإنسانية، إسرائيل متعنتة وتتحدى العالم كله بما فيها شركائها في الحرب على غزة، تتحدى الولايات المتحدة وتتحدى كل الأصوات التي تنادي بهدنة. وأصبح العالم كله أقصى أحلامه وأقصى أمنياته حاجتين: واحد، مرور آمن من الجرحى والإسعاف، والمساعدات الإنسانية، إدخال المساعدات الإنسانية. إسرائيل تتعنت حتى في هذه الأشياء، هي تسعى إلى الضغط على قطاع غزة شمالاً وتحاول إغراء مواطني قطاع غزة في الشمال باللجوء إلى الجنوب للقضاء على حماس وتسوية كل القطاع شماله بالأرض، وبالتالي هي تبحث عن مقاتلي حماس تحت البيوت وفي البنايات. من هنا أجد أن القمة العربية التي تعقد غداً في الرياض والتحركات المصرية القطرية، اليوم كان عندنا أمير قطر في القاهرة وعقد جلستين مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل هذه التحركات الهدف منها هو توصيل المساعدات الإنسانية، فتح ممرات آمنة لمرور الجرحى والمصابين والموتى، والإفراج عن بعض الأسرى. طيب، بالحديث عن التعنت الإسرائيلي أمام اليوم، يعني حتى الرفض الأمريكي لهذا التعنت، البعض يتحدث بأنه لا يوجد خلافات حقيقية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية حول هذا الموضوع، هل تتفق مع هذه النقطة؟ يعني اليوم إذا كان في خلافات بين الأمريكيين والإسرائيليين، كيف يتم التنسيق فيما بينهم؟ ليس هناك خلافات، ما يحدث الآن هو لعبة سياسة ولعبة. أنا أقول لك حاجة في العلن لكن في الخفاء، نحن متفقون على إبادة حماس وعلى إبادة قطاع غزة من الوجود، وعلى ترحيل وتهجير قسري للمواطن الغزاوي سواء إلى المملكة العربية الأردنية أو إلى صحراء سيناء، وهذا هدف معلن ولا يمكن التخلي عنه، لأن كل السياسات الحربية والتحركات العسكرية الإسرائيلية تؤكد إصرار إسرائيل على هذا الهدف. وبالتالي ما أعلنه بنيامين نتنياهو بالأمس أن الحرب ستأخذ وقتا طويلا، وأنه أمريكا حرب داعش لفترات طويلة، وأن احنا مصرين على القضاء على حماس، وان احنا هنوصل لقادة حماس، هنوصل لهم سواء أسرى او موتى. لكن هذا التعنت الإسرائيلي هو تعنت مدعوم من الدول الشريكة لإسرائيل وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. أكتفي بهذا القدر واشكرك جزيل الشكر. من القاهرة الدكتور صبري الجندي، كاتب صحفي في جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لك.